أطاري الأسماك، يقول لك شلون تعرف السمكة الولادة من البياضة؟ تحط سمك لازم تعرف شلون. والله هذه صعبة، بس ما هي فصيلة واحدة؟ لا لا، هي في قاعدة ثابتة أو ضابط على قولتهم. الزعانف بالضبط، الذيل لا صار كذا تولد ولا صار كذا تبيض، هذه قاعدة بالبحار. في قاعدة بالأرض، وشي جاب اخبار العرب الدكتور خالد السبت، يقول كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض. وما هي الشرقاء؟ الشرقاء اللي له اذن، اي شيء له اذن يولد، واي شيء ما له اذن خرم، مثل الداب مثل الضب مثل غيره من المخلوقات، هذا يبيض. هذا القاعده الثابته بالبحر وبالبر. الخفاش من الطيور الوحيد اللي يولد، هو اللي له اذن. كل الطيور تبيض الا الخفاش له اذن. وهذا يشمل قاعده كل شرقاء، كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض. اي شيء ما له اذن، يعني الاذن المقصود بالقرقوط هذا واللي يسمونه، صار لهذا خلاص تولد. والاسماك نفس الشيء، الاسماك القرش يختلف شوي، يبيض ويولد بنفس الوقت، موضوع معقد. يبيض ببطنه ويفقس وبعدين يطلعه، يعني سمي، ما ادري، مسألة معقدة. القرش كله معقد، حساسات ودنيا وحوسه. عالم الحيوان عجيب،